تمام يا دكتور، أنا أكيد هلتزم بكل التعليمات، ما تقلقش، أنا عندي هنا ممرضة شاطرة جداً. متشكر خالص يا دكتور، مع ألف سلامة. طمني عليك يا جدو، الدكتور قالك إيه؟ قال لي إن أنا ممكن دلوقتي أمشي على رجلي. معقولة يا جدو؟ أيوة يا فروحة يا حبيبتي، بس طلب مني اني اخد بالي كويس وما دوسش عليها جامد وما اضغطش عليها كمان. ده خبر حلو قوي. طب امتى تقدر تختص معانا تحت المية؟ واضح انك مستعجلة جدا يا فرح. انا طبعا مش هقدر اختص غير بعد ما رجلي تخف وتبقى كويسة. طب امتى الكلام ده يا جدو؟ انا عايزاك ترجع تعوم وتختص معانا تاني تحت المية. قريب قريب جدا يا حبيبتي، كل شيء وله أوان. أكيد حمزة هيفرح جدا لما يعرف الخبر ده. طبعا طبعا، بس قوليلي هو فين حمزة؟ أنا ما شفتوش النهاردة. بيحاول يصلح إزاز الخوذة بتاعتي عشان اتكسرت. انتي بتقولي الخوذة بتاعتك؟ أكيد قصدك خوذة بدلة الغطس اللي بتلبسيها. للأسف يا جدو. ما تزعليش يا فرح، حمزة شاطر خالص وهيقدر يصلحها لك كويس. يا ريت يا جدو، هروح اشوفه دلوقتي وصل لايه مع الخوذة. فين عم حارس؟ مين حضرتك؟ انا نديم الصياد، سمعت ان عم حارس وقع ورجله اتصابت، قلت اجي عشان اطمن عليه. هو كويس؟ جدو تعبان فعلا. دي أخبار حلوة. أنت بتقول إيه؟ بقول دي أخبار وحشة جدا. أنا زعلان قوي قوي على عم حارس. أنت غالي عليا قوي يا عم حارس، يا ريت تخف. مع إني ما تمناش. أنت قلت ما تمناش؟ أنا طبعاً لا، بس أنا سمعتك وإنت بتقول إنك ما تتمناش. أنا قلت أتمنى. لا قلت ما تمناش. لا قلت أتمنى. لا قلت ما تمناش. لا قلت أتمنى. لا قلت ما تمناش. لا قلت أتمنى. إيه الدوشة دي؟ ها؟ نديم؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا جيت عشان اطمن على صحتك يا عم حارس. ومن امتى بقى وانت بتهتم بصحتي؟ عموما اهلا وسهلا بيك، اطمن، انا في احسن حال. يا خساره. يا جدو انت سمعته بيقول ايه؟ سيبيه يا فرح يقول، هو هيمشي على طول. وشكرا شكرا على سؤالك يا سيناديم. طب ماشي، انا خلاص همشي، بس هبقى ارجع مره تانية عشان اطمن على عم حارس واتمنى له الشفاء. ها اتمنى.
يطلع مين ده يا جدو؟ ده اسمه نديم اللئيم. هو ده اسمه؟ نديم اللئيم؟ لا يا فرح، هو اسمه نديم، بس للأسف هو شخص خبيث ولئيم، عشان كده الناس سموه نديم اللئيم. هو شكله يعني مش بيحبك يا جدو. أنا عارف ده كويس يا بنتي، هو إنسان مش كويس يا فرح، وخلي بالك منه. اتفقنا؟ اتفقنا يا جدو، ما تقلقش. صباح الخير يا حمزة. صباح الخير يا كوكا. بتعمل ايه؟ انا قاعد عشان اصلح الشرخ اللي حصل في خوذة فرح. وليه ما تسيبهوش كده زي ما هو؟ ما ينفعش طبعا يا كوكا، لو سيبنا الشرخ ده من غير ما صلحه للأسف حجمه هيكبر ويزيد، والمية كمان ممكن تدخل الخوذة، ووقتها فرح مش هتقدر تتنفس تحت المية. معاك حق، إن شاء الله تقدر تصلحه. محتاج مني أي مساعدة كالعادة؟ متشكر يا كوكا، أنا خلاص حطيت مادة تلحم الشرخ، والمفروض أسيبها عشان تنشف. أنا حاسة إني زعلانة من نفسي جداً علشان عرضت فرح وحمزة للخطر، وكمان كنت السبب في إن خوذة فرح تتكسر، وكمان أنت أسأت الظن في صاحبتك بوسي. صح يا حكيم، وسوء ظنك يا عنبة هو اللي ترتب عليه كل الأخطاء اللي وراه. عندك حق، ما ينفعش نسيء الظن أبداً في صحابنا يا عنبة. طيب وأعمل إيه بس لو سمعت كلام مش عاجبني؟ كان لازم تروح لصاحبتك بوسي الأول وتسأليها عن كل اللي سمعتيه. معك حق يا حكيم، أتمنى أنك ما تكرريش الغلط ده تاني أبداً يا عنبة. مش هيتكرر، أنا تعلمت من الموقف اللي حصل ده إني ما ينفعش أسيء الظن تاني. برافو عليك يا عنبة. فين بقى بوسي صاحبتك؟ بوسي؟ مش عارفة، بس أكيد واقفة دلوقتي بتتمكيج قدام مرايتها الجديدة. أخيراً، شكلها كده سمكة كبيرة دي، تقيلة قوي. تعالي يا سمكة يا حلوة. دي خبطة جامدة قوي، إيه الحظ الوحش ده؟ ما عرفتش أصطاد ولا سمكة، أعمل إيه دلوقتي؟ المحمية أدخلها وأصطاد منها، لكن ده ممنوع. بس ممكن أدخل أصطاد من جوة المحمية وأخرج من غير ما أي حد يحس. يا سلام على أفكار الخبيثة. صحيح أنا نديم اللئيم. جايبلك أخبار حلوة. اللي حصل؟ الدكتور قال لجدو إنه خلاص أخيراً هيقدر يتحرك. بجد؟ فرحتيني بالخبر الحلو ده يا فرح، بس هيقدر يغطس تحت المية معانا؟ للأسف مش دلوقتي، الدكتور طلب منه إنه ما يتحركش كتير وياخد باله قوي، يتحرك حوالين البيت بس. المهم بالنسبة لي إنه هو هيقدر يتحرك من تاني. أنا مبسوط جداً. وأنا كمان. أخبار الخوذة إيه؟ أنا تصرفت وحطيت كم مادة تخلي الشرخ يتلحم بسرعة، وقاعد مستنيها تنشف. تفتكر اللحام ده ممكن ينجح؟ وهعرف أنزل أغطس تاني بالبدلة والخوذة تحت المية؟ أكيد طبعاً يا فرح، هو أنت بتشك في قدراتي ولا إيه؟ ما تقولش كده يا حمزة، بس أنت عارف إن الخوذة دي غالية جداً بالنسبة لي، عشان هي والبدلة هدية من جد وعملها بنفسه مخصوص لينا. عارف يا فرح، ما تقلقيش. تمام كده، أنا دلوقتي جوه المحمية،
يا ترى حد شايفني؟ كويس جدا، ما حدش شايفني. ايه ده؟ اللي انا شايفه ده بجد ولا كابوس؟ هو ده مركب؟ مركب جوه المحمية؟ انقذونا انقذونا، صيادين صيادين. دي قصتنا وهنعرف سوا.